النشر ديالها. قلت في علاقة يمكن ثلاثة القضايا الكبرى. الأولى هي الذاكرة. الذاكرة المقصود بها في هذه المنزلة واحد الحافظة التي نحتفظ بها بالكثير من المواقف والتصورات والأحداث وأيضا العلاقات والأسماء والأوهام والغموض، يعني واحد الحافظة اللي كل واحد منا يتوفر عليها، ولكن في نفس الوقت يتوفر على ما يضادها اللي هو آفة النسيان أو ظرفيا أمراض تصيب الذاكرة. من أبرز تلك الأمراض هو الألزهايمر بطبيعة الحال. ففي علاقة الذاكرة، عندي أنا الحضور بحكم اهتمامي وعملي إلى آخره، عندي حضور لقضايا وموضوعات محددة، من أبرزها يعني يمكن نقول من أبرزها الأحداث التاريخية الكبرى التي وقعت في مغربنا وبصورة خاصة بعد الاستقلال، بعد 56. كان ممكن نتكلم مثلا، وهو موضوع اهتمت به واحد المرحلة، على ضرب الإشاء مثلا، تكلمت على الاعتقال السياسي بأشكال مختلفة، هو قضية من القضايا الكبرى التي مست الوضع السياسي والثقافي والاجتماعي للكثيرين والمغاربة، ما نقصدش بهم غير اليسار، ولكن أجيال مختلفة من العاملين في سبيل الإصلاح أو في سبيل التغيير. كتبت على قضايا متصلة ب مثلا تصميمات في ولاية بمتازة وقضايا ذات طبيعة يعني إلى آخره. كان الموضوع من القضايا التي أعتبر أن الاهتمام بها هو اهتمام بالقضايا المهمة، وأنا في تقديري الفاصلة في تاريخ المغرب المعاصر. هذا الذاكرة، فهي محاولة تمرين اختبار، محاولة لإنهاض وإيقاظ تلك الذاكرة في اتصالها بهذا الموقع. مسألة ثانية، تاريخ، هو هذا طرف منه اللي قلت، ولكن التاريخ بالمعنى الذي يفيد أنه الأحداث ديال 81 نظرا للضخامة ديالها، راه بين قوسين كانت أكثر من الأحداث ديال 65، وكانت أكثر بكثير من الأحداث اللي وقعت في 84 في تطوان ومراكش والناظور وغيرها، وكانت ربما أكثر من كثير من اللي وقعت في هذه المرحلة اللي سميت فيما بعد في سنوات الرصاص. كانت من ضخامة قوية، علاش؟ لأنه كما قلت قبيلة ذاك النهوض الاجتماعي المرتبط بواحد المنزع تقدمي، ما نساوش بأنه الاتحاد الاشتراكي مثلا في تلك المرحلة هو يعتبر حتى انتخابيا مع وجود حالات من التزوير كثيرة، كان يعتبر هو الحزب الأول في المغرب. والسي دي تي ماشي لم تقضي بطبيعة الحال على الاتحاد المغربي للشغل كمنظمة نقابية وليدة، ولكنها حققت في ظرف وجيز يعني واحد التقدم مهم جدا، بحيث احتلت مساحة كبيرة في المجال النقابي وكانت منظمة نقابية فاعلة إلى آخره. وهذا الشيء ما كانش ممكن واحد يتصوره لو كنا كنعيشوا مثلا هذه المرحلة اللي فيها نوع من التراجعات وكذا إلى آخره. هذه كانت مرحلة ممكن نقولوا مختلفة نسبيا، وفيها عندها أسبابها وعندها ظروفها. فجانب ديال التاريخ حاولت نلمس هذاك المرحله ونعبر من خلال الروايه على بعض التناقضات المرتبطه به من الناحيه الايديولوجيه والنظريه السياسيه، وكاين في الروايه بعض التشطيبات متعلقه بالقضيه فنديه الاصلاح الثوره. كاين شخصيه اللي يعني هو موجود في الشرعيه ولكن مازال يؤمن بالعمل السري كاسلوب يعني الثوره الى اخره. واخيرا الجانب الثالث هو الكتابه، لانه غادي نقول واحد القضيه يعني معروفه ومتداوله، انه الروايه في نهايه الامر هي كتابه، هي اسلوب يعني. وربما العنصر الجوهري والاساسي في العمل الروائي وفي الكتابه بشكل عام هو اللغه. يعني احنا عندنا كاع الاحداث، عندنا 81 وعندنا كاع داكشي اللي يمكن تصوره، ولكن الا ما كانش عندك باش تبني، ما عندكش السيما وباش دير الماء ودير الغرابه، يعني الا ما كانش اللغه كيبان لي ما يمكنش تشيد، من المستحيل تماما ان يشيد الكاتب والمبدع في هذه الحاله واحد المعمار بطريقه ملائمه يراعي ما للجنس الادبي من مقتضيات وشروط او شرائط
منها الشخص، الزمان، الفضاء إلى خلال المتطلبات ديال بناء عمل روائي متكامل. عندنا طبعاً هذا العمل الروائي مشحون بالأفكار والمواقف والتصرف. أنا بالنسبة لي بحال شي معمل صغير يعني في إطار واحد العزلة معينة، درت في هذه الشبكة من ثلاثة ديال المتابعين وكنت كنشتغل